السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. معكم دكتور مالك أشقر بحالة معقدة جديدة. الصور اللي شايفينها قدامنا هي صور لسيكند لور بريمولر. الصور كانت مرسلة من موبايل أحد الزملاء، لذلك إذا ملاحظ شوي دقتها كانت أخف كونها مرسلة عن طريق الموبايل. فكان واضح عنا تماما أنه في عنا جذرين بهذا البريمولر، جذرين منفصلين. في عنا أكثر من قناة واضح، ولكن شو اللي صاير عنا بالضبط ما كان واضح. واضح أنه الزميل كان قادر يوصل حتى الزروة بأحد الجذور، بينما الجذر الآخر ما كان قادر يوصل له. الفايل اللي شايفينه هون كان عم يوصل لنقطة معينة، هل هي بالجذر، هل هي ضمن الجذر الأول أو الثاني، ما كان واضح. فبهي الحالات دائما طبعا يفضل طلب السي بي سي تي. الزميل المحول أيضا مشكور، كان في عنده سي بي سي تي وحتى أرسل لنا السي بي سي تي قبل المعالجة. خلونا نقراها مع بعض. إذا بنلاحظ بصورة السي بي سي تي بعد ضبط المحاور إنه كان في عنا هون بهذا اللور بريمولر مثل ما حكينا جذرين مقسومين بالثلث تقريبا بين المتوسط والأبيكال. كان في عنا هون قناة بوكال واضحة، بينما القناة اللينجوال مثل ما هي دائما باللور بريمولر تكون القناة اللينجوال قناة صغيرة وضيقة وضايعة. فعلا هذا الأمر كان واضح. لاحظوا ببعض المقاطع البوكال كان ممكن نقراها حتى الايبكس، بينما اللينجوال ما كانت واضحة بأي مقطع غير الأوريفيس تبعها، بينما الباقي ما كان موجود. الأمر اللي بيعني إنه هي قناة ضيقة، موجودة ولكن ضيقة. طبعا هذا المقطع احنا ممكن نستفاد منه بأمر إضافي غير رؤية الجذرين ومكان انقسامه، نعرف مستوى الانقسام اللي صاير فيه. نحن إذا بناخذ قياس من الذروة من ذروة الحدبة حتى منطقة الانقسام ممكن نعرف بأي مستوى صار عندنا الانقسام. هون كان عندنا طول 13 ملي، فأنا بعرف أثناء إدخالي للفايلات أو الدريلات أو إنه القناة منقسمة على بعد 13 ملي من الحدبة، بينما طول الأقنية المتبقية كان 4 بين الأربعة للأربعة ونص مليمتر تقريبا. هاي التفاصيل الكتيرة أنا ممكن أحصل عليها قبل ما أبدأ معالجتي. هذا الأمر رح يسهل علي مثل ما رح نشوف بعد شوي إني أوجد هاي القنوات. بالمقطع العرضي أو الأكسيال بلين منلاحظ أيضا كيف القناة تهجيا كانت قناة واسعة، بالمنطقة الأعمق بتصير قناة ضيقة. لاحظوا هون قناة وحدة موجودة عندي بالثلث المتوسط وضيقة، بعدين بنقطة معينة مثل ما حكينا على بعد 13 ملي بتنقسم فجأة لقناتين بيتباعدوا بوكال ولينجوال. بهذا الشكل أنا صار عندي فكرة وتصور واضح لكيف شكل ومكان ومواقع الأقنية قبل ما أبدأ بمعالجتي. ولكن للأسف وقت وصل المريض للعيادة وأخذنا أول صورة بري أوبريتيف إكس راي كانت الصورة بهذا الشكل، منافية للصور اللي شفناها سابقا. لاحظوا إذا مقارنة بصورة قبل المعالجة كيف كان الشكل، كان الشكل مختلف، كان الدنتين موجود عندنا بنسبة أكبر، بينما بهاي الصورة للأسف الظاهر أنه صار في عندنا إزالة أكبر للدنتين. طبعا الطبيب المعالج مشكورا هو سمح لنا ننشر الحالة بهدف تنتشر الفائدة بين الجميع، فبحب أوجه له الشكر حقيقة على هذا الموقف. كان واضح تماما أنه الطبيب عمل عدة محاولات لإيجاد القناة أو الوصول إلى ذروة القناة، ولكن ما كان هذا الأمر متاح. فالطبيب حاول يبحث عن القناة بأماكن أخرى، ولكن للأسف باستخدام الدريلينج. فالواضح كان من البري أوبريتيف إكس راي أنه أنا صاير في عندي خسارة كبيرة بالنسج السنية. أخذت صورة البري أوبريتيف إكس راي بزاوية ثانية، وأيضا الأمر كان واضح تماما في عندي إزالة كبيرة من النسج السنية. طبعا بهي الحالة أنا ما بقدر بشتغل بمعطيات مختلفة عن صور الأشعة، لذلك اضطريت أرجع أبعث المريض على السي بي سي تي مرة تانية لحتى أعرف المعطيات الحالية اللي عندي شو هي. وفعلا صورة السي بي سي تي الجديدة وضحت لي الأمر. بالنسبة للصورة الجديدة والمقطع العرضي تحديدا أو الأكسيال بلين، الهدف منه حاليا إني أعرف سماكة الجدران العاجية، الأماكن اللي صاير فيها دريلينج مختلف عن الصورة الأولى. عادة الأكسيال بلين بفيدني بمعرفة مكان وجود الأقنية ومكان التفرعات اللي صايرة فيها، هذا أكثر مقطع بفيدني بهذا الأمر. ولكن من حاليا أنا بعرف تشريح السم تماما كيف هو، ولكن الغاية كان من الصورة الثانية أني أعرف كمية العاج المزال عندي. لازم أتحرى أول شيء مثل ما حكينا سماكة الجدران المتبقية، والهدف الثاني معرفة وجود أي انسقاب صاير عندي بالجدران بعد هالإزالة الكبيرة. الأمر يلي بينقرى معي شعيا بأني سماكة الجدران لاقيها بإحدى النقاط أزيل منها الدنتين بشكل كامل، ما بقي عندي فيها أي ظلالية، فهون بعرف أنه أنا في عندي انسقاب. وفعلا هذا الأمر يلي كان موجود هون أثناء انتقال بين المقاطع. لاحظوا هاي بدأنا من السن السطح العلوي، كيف القناة هون واضح عندي مقارنة بقناة
مقارنة بالصورة قبل المعالجة، كيف هون الإزالة اللي صايرة عندي كبيرة، كيف هون عندي ببعض النقاط في صاير إزالة كبيرة للدنتين وأنا مقرب على جدران السن. هاي النقطة هون إني يكون مقرب على جدران السن، هاي ممكن تكون سريريا هي انسقاب، هذا الأمر نتحرى عنه بعد شوي سريريا. انتهينا من الأكسيال بلين، هون رح نقرأ الصورة بالمقاطع الثانية. طبعا هون ضبط المحاور مو موضوعنا حاليا، ولكن ممكن نعمل نهار فيديو عنه كيف نقدر نضبط المحاور بحيث نقرأ الصورة ناخذ أكبر كمية من المعلومات منه. ولاحظوا هون هذا اللي كان واضح عنا بالمقطع السجيتال، كان كمية الجدران المتبقية للأسف كمية رقيق الدنتين اللي بقيان فيها، الإزالة اللي صايرة إزالة كبيرة، الإزالة كانت بالثلثين الكورونال والمتوسط للأسف، بينما الجزء الزروي كان واضح مثل ما حكينا مسبقا إنه القناتين موجودين تقريبا ما تغير عليهم شيء بالصور. فهيك حاليا اتضحت الصورة عنا إنه نحن أمام سن لسه قابل للعلاج، سن كمية الدنتين بقيانة عنا نقصت ولكن لسه قابلة إنه نقدر نعمل له معالجة. الأقنية بمواقع ما تغير عليها شيء، فخلونا نشوف الأمر أيضا سريريا. بعد إزالة جزء من حشوة الكومبوزيت اللي كانت مركبة للسن كحشوة مؤقتة، هذا كان المظهر شوية، يعني الطبيب كان مطبق كالسيوم هيدروكسيد، فكان الكالسيوم هيدروكسيد مندخل بثلاث أماكن أساسية. أول شيء لازم نحن نزيل هذا الكالسيوم هيدروكسيد لحتى نعرف وين مندخل هي البقايا. طبعا الطريقة اللي أنا بفضل إني أزيل فيها الكالسيوم هيدروكسيد بهي المرحلة هي إني أحقن سيروم أو مي عادية داخل داخل السن او داخل القناه، اعمل اكتيفيشن لحتى طالعه. ما بفضل اني ابدا الحاله بحقن الصوديوم هيبوكلورايت بهيك حالات، بحالات الازاله الكبيره من الانسجه السنيه، لانه انا بتوقع انه ممكن يكون في عندي انسقاب او عده انسقابات في هاي المنطقه، فما بفضل اني احقن صوديوم هيبوكلورايت فورا. فهون كانت الخطه سائل سيروم زائد اكتيفيشن، فنزالت هاي البقايا الموجوده عندنا، وفعلا تبين عندي هون وجود ثقبين هن كانوا فوهتين القنوات بشكل واضح. طبعا انا لهي اللحظه لسه ما ادخلت اي مبرد داخل القناه، الطبيب السابق هو اللي كان موجد هدول القناتين، هو اللي كان محدد اماكنهم، حتى كان قدران يعمل توسيع لاحدى هي القناتين. طبعا باستخدام الابكس لوكيتر قدرنا نحدد انه البوكال كانال كانت موسعه حتى الذروه، عملنا لها اريجيشن، عملنا لها اكتيفيشن، واخذنا صوره كونفيت فيها، بينما القناة الثانية اللينجوال يلي ما كان الطبيب قادر انه يوصل له ادخلنا جواتها كي فايل واخذنا صورة اشعة، وهذا كان المظهر. البوكال كانال كنا قادرين نوصل فيها حتى الايبكس، بينما القناة الثانية للاسف كانت ليدز وما كنا قادرين نوصل للذروة تبعها. لاحظوا بعد ما ازلت الكومبوزيت المغطي للبول تشامبر بشكل كامل، هذا كان الشكل السريري عندنا. لاحظوا هاي الضربات الاربعة اللي شايفينها هون بكل اتجاه، هي للأسف آثار ضربات السمبلة اللي كان الطبيب عم يبحث فيها على القناة. فإذا حاليا حتى اللحظة هيك كان الأمر عنا، قناة بوكال معالجة حتى الإيبكس، قناة اللينجوال، القناة اللينجوال كان صاير فيها رج وما كنا قادرين نوصل فيها حتى الذروة. للأسف بعد عدة محاولات إنه نتغلب على هاي اللج باستخدام البريبندد فايل ما قدرنا نتجاوزها، وخاصة انه الليج صاير عنا في منطقة اساسا ضيقة كتير. كلياتنا بنعرف انه تدبير الليج وقت بيكون صاير في قناة واسعة نوعا ما بيكون تدبيره سهل، بينما اذا كان اساسا بقناة كالسيفايد او قناة ضيقة فتدبيره بيبقى صعب. بهي الحالة وكمان انا كنت عارف وين الليج متشكل عندي بالضبط، ممكن فوت التراسونيك تيب دايموند كوتد ووجهه على نقطة الليج واعمل شوية ازالة فيها، بحيث اضمن اني زلت كل كمية الدنتين المتشكلة عنا هون اللي عم تجبر الفايلات انه تصطدم بهذا الجدار اللي صاير عندي هون، وارجع ابحث عن فوهة قناة جديدة بهذا الشكل يلي شايفينه. وفعلا بعد انتهاء هاي الخطوة ادخلت كيفايل قياس عشرة بعدة اتجاهات، وفعلا قدرت احصل القناة، قدرنا نوسعها وقدرنا نعمل لها اوبتريشن، وهي كان صورة الاكس راي. وهي كان مشهد سريع بعد قطع البيتا بيركا على مستوى الاوريفيس. طبعا هون هلا نحن انتهينا من مشكلة القناتين يلي ما كنا قادرين نوصل لهم، ضل عنا مشكلة نتحرى وجود انسقاب هون. بالنقطة اللي شايفينها أمامنا اللي اندخل جواتها الكالسيوم هيدروكسيد، فعلا كان منطقة ممكن توحي إنه هي انسقاب، فالطريقة اللي متأكد منها بشكل قطعي إذا هو هذا النقطة اللي عنا انسقاب أو لا، بندخل كي فايل صغير، دايما نحاول إنه يكون صغير ما يكون قياس كبير مشان ما نوسع الانسقاب اللي صاير عنا. كي فايل قياس 10 او 15 ونوصل على الابيكس لوكيتر، فاخذنا اشاره تجاوز وللاسف فعلا كانت هي النقطه انسقاب.
ولكن كون الانسقاب اللي صاير عنا نازف يعني ما ترافق لسه مع تراجع بالانسجه العظميه المحيطه فيه، انسقاب جديد، انسقاب ما عدى عليه فتره كبيره، حجمه صغير، فبيبقى انذاره جيد. لاحظوا شو عين هون، مندخل عندي بعض السلال او الكالسيوم هيدروكسيد، فكانت مهمتي اني لازم زيله، وهي شكله بعد التنظيف اللي صاير عنا. فاذا حاليا نحن وصلنا لهي المرحله، نحن اغلقنا التفرعات اللي صايره عندنا جوا داخل الاقنيه، ولكن مهمتي انا حاليا اتعامل مع هذا الفراغ اللي متشكل عندي هون. هلا بهي الحاله نحن في عندنا عده سيناريوهات ممكن نطبقها. لولا وجود الانسقاب بالحالات اللي نحن خسرانين كميه كبيره من الانسجه السمنيه، انا بفضل اني اغلق هاي المنطقه كلها بالكومبوزيت، ومو اي نوع كومبوزيت، كومبوزيت المقوى بالالياف او الايفر اكس بوستيريور. الايفر اكس بوستيريور حاليا حسب ما تقول الدراسات هو افضل ماده ممكن تعوضني عن الدنتين المفقود، ماده بتعطينا نفس خصائص الدنتين اللي نحن فقدناها. لذلك مثل ما حكينا لولا وجود الانسقاب فكان هو الماده المفضله لي لحتى رمم السن، اما وجود الانسقاب بهي المنطقه خلانا نغير الخطه ونتجه نحو مواد اخرى. نحن بهي الحاله كان عندنا خيارين، اما انه بنحقن جوتابير كسائله حتى تحت مستوى الانسقاب وبعدين بنتابع بالام تي اي، او انه نحشي المنطقه كلها بالام تي اي، وهذا صراحه الخيار يلي فضلته كون المنطقة أو جدران السن يلي بقت عنا جدران ضعيفة. الـ MTA مادة نوعا ما فيها صلابة، نوعا ما بتعمل ارتباط كيميائي مع جدران السن، فراح تعطي السن صلابة أكثر من لو نحن خلينا الكور كله مملي بالجوتابيركا، راح تصير جدران السن عندي ضعيفة وغير مدعومة. لذلك يلي عملته أنا أني طبقت الـ MTA بهاي المنطقة بشكل كامل حتى تحت مستوى اللسة بـ 2 ملي مشان نقدر نعمل الترميم بشكل يعني ختم جيد. وهذا كان المظهر سريريا اذا بننتبه. هيك بكون خلصنا الحالة. الرسالة اللي حابب اوصلها لجميع الزملاء بنهاية الفيديو هي اولا السي بي سي تي. يا جماعة قراءة السي بي سي تي امر ضروري جدا جدا، حاليا سهل علينا كثير امور بالاندو او بالاختصاصات الثانية. انا افترض انه لو الطبيب كان قدران يقرا الصورة الشعاعية بشكل دقيق، يعرف كيف يقراها بكل المحاور، كان رح يتجنب كل هي المشاكل اللي صايرة عنده. الدريلينج اللي صار عندنا كله ما كان فيه له اي فائدة، ما قدم اي خدمة اضافية، بالعكس فرد هو أذى وعمل إنذار السن أسوأ نوعا ما. لأنه مثل ما حكينا نحن إذا قرينا السي بي سي تي بشكل واضح كان واضح من بداية الحالة إنه القناة وحدة بنهايتها عند نقطة معينة حتى بعد 13 ملي ونص، يعني كانت محددة التفاصيل صغيرة بتنقسم لقناتين. أنا هذا الأمر كان ممكن يجنبني إني أعمل أي دريلينج، وجه مباردي بس بشكل صحيح، وجههم باتجاهات معينة بحيث أقدر أفتح كل قناة على حدة، حتى في حال أنا ما قدرت أفتح القنوات وكان الامر لازم اني اعمل شويه دريلينج اضافي. الدريلينج انا لازم اعرف وين احفره تماما بدقه، مثل ما حكينا في نقطه معينه نحن عن طول 13 ملي مثلا، انا هون لازم اعمل شويه ازاله باتجاه معين براس معين. هاي الحالات تتطلب قراءه صور سي بي سي تي بشكل دقيق. انا كثير تجيني ايام من زملاء بعض الحالات هيك معقده عم يستشيرني، ببعت صوره زرويه او ببعت صوره بانوراما وبده يعرف كم قناه وبده يعرف، الامر ما بيمشي هيك، الامر بده صوره سي بي سي تي وبده حتى قراءه سي بي سي تي بشكل دقيق. في بعض الزملاء ممكن عنده بتكون موجوده صوره سي بي سي تي ولكن ما بيعرف يقرا التفاصيل الصغيره فيها او ما بيعرف يضبط المحاور بشكل جيد، فصراحه انت ما رح تاخذ الكميه المعلومات يلي لازم انك تاخذها لحتى تعالج هي الحالات. حتى الازاله يلي شفناها نحن يلي كانت صايره بعده اتجاهات لازاله النقطه المغطيه للقناه ما كان في داعي لها، لانه لو الطبيب كان عرفان انه القناه المفقوده هي قناه موجوده باللينجوال، موجوده قديش طولها، موجوده على اين بعد، تحت اي جدار، كان عمل ازاله لنقطه معينه، وجه رؤوس الالتراسونيك نحو نقطه معينه وازاله وقدر انه يوصل للقناه بشكل جيد. بينما الحفر العشوائي يا جماعه الازاله باي منطقه ما في لها لزمه، او انا ماني شايف، او انا ما في عندي لبس، هذا امر خطا كليا، احتمال انه يعمل لي مشكله هو 99%، واحتمال انه يفيدني هو بالصدفه ممكن يكون 1% بالصدفه. لذلك كنصيحه بالتعامل مع هيك حالات، نحن دائما في حال قرينا صوره 2D سواء بيري ابيكال او بانوراما وشفنا في شيء عندنا بتشريح السن غير طبيعي، دائما مو شطاره انه نفتح السن، وانما دائما نبعث المريض يصور سي بي سي تي. صوره سي بي سي تي لازم نتعلم نقراها بشكل جيد بشكل واضح ودقيق. الامر الثالث في حال نحن قرينا الصوره وشفناها وفتحنا السن سريريا وما كنا قادرين نشوف، ما عندنا تكبير، ما عندنا رؤيه، ما لنا متعودين على هيك حالات، ما الافضل انه نحاول فيه اساسا؟ لانه الحل ممكن يكون بسيط في بدايته، يتعقد اكثر واكثر واكثر في بعض الحالات، ممكن توصل انه نخسر السن بس لمجرد نحن ما عرفنا وين نوقف. التكبير والرؤيه والاضاءه ايضا ممكن يساعدونا بهي الحاله، في حال رغم استخدام كل هالامور ما قدرنا نعالج الحاله فالافضل انه نحولها، ولكن كثر المحاوله والتجربه بالسن للاسف مثل ما شفنا كل ما له بيعمل انذار السن اسوأ واسوأ. هيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى يكون فاتكم ويعطيكم العافيه.